مرحبا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الحواري ضيف أنفاس بريس. موضوعنا اليوم احتجاج مهني سيارات الأجرة على الشركات الدولية لتطبيقات النقل على ضوء القرار الأخير لمجلس المنافسة. نستضيف معنا اليوم الأستاذ صديق بوجعرة، الكاتب العام الجهوي لنقابة سيارات الأجرة والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. مرحبا أستاذ صديق. شكرا سي عبد الله، وكنبغي نوجه لك الشكر ومن خلالك لجريدة أنفاس والطاقم المرافق لك في هذه الحلقة وعلى هذه الاستضافة، وبالطبع على طبيعة الموضوع اللي اليوم غتناولوه اللي هو الصراع ديال سيارة الأجرة مع التطبيقات التكنولوجية والغير مرخصة لحمل الركاب. طبعا هذا موضوع اللي يشكل واحد الهاجس لدى المهنيين، لاعتبار انه يشكل كذلك تهديد للوجود ديال قطاع سيارة الأجرة. نعم صديق، يعني منذ سنوات المهني سيارة الأجرة كيحتجوا على هذا النشاط ديال الشركات الدولية لتطبيقات النقل. بغينا نقربوا المشاهد من شنو هي التطبيقات اللي عندها ترخيص في المغرب بمزاولة النشاط ديالها، والتطبيقات الأخرى اللي عندها ترخيص وبربطوا معها شراكة في المغرب صديق. فأكيد أنه هاد التطبيقات التكنولوجيا ولهاد الشركات المتعددات الجنسيات اللي اهتمت لهذا يعني لهذا النشاط ديال النقل بواسطه السيارات، فبالطبع هاد الانخراط في هاد التكنولوجيا وهاد الطفره اللي كيعرفها هاد المجال، واضافه التوجه الليبرالي الاقتصادي ديال البلاد، استغلوا هاد الناس ودخلوا دخلوا للمغرب باش يستثمروا، ولكن للاسف دخلوا باش يستثمروا ولكن بدون احترام القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في مجال النقل بواسطه السيارات. فهذا الصراع يعود الى صراعنا مع هذه الشركات، يعود الى سنوات تقريبا هذه 4 سنوات أو 5 سنوات، يعني منذ سنه 2015 اللي دخلوا كيمارسوا النشاط ديالهم في المغرب بدون الحصول على التراخيص اللازمه لممارسه هذا النشاط. فبالطبع كان الاتحاد المغربي للشغل هو النقابه الاولى اللي ضبطت النشاط ديال هاد الشركات، وكانت موضوع واحد العدد كبير ديال الاحتجاجات والمراسلات للجهات المعنيه. للاسف يعني ما كاينش اللي يقدر الحدود ساعه، ما كاينش اللي يدخل باش يوضع حد لنشاط هاد الشركات، وهي اللي كتمارس وكتمارس بدون مشروعيه قانونيه، وكتنافس القطاع ديال سياره الاجره منافسه اللي كنعتبروها منافسه غير قانونيه وغير شريفه. فبالطبع احنا في الاتحاد المغربي للشغل، وهذا يعني من بعد كانت واحد السلسله ديال المواجهات وهذا، وصلنا هنا ودي هذه المواجهه الى اين، ولا سيما ان قطاع سياره الاجره هو صاحب الحق، هو صاحب المشروعيه في نقل الركاب، في حمل الركاب، وهاد الناس هادو يمارسون بدون وجه حق. لكن كيبقى السؤال، علاش هاد الزبون يفضل هذا النقل الغير مرخص الغير متوفر على اي ضمانات ولا حمايه امنيه ولا هذا، وكيفضل كيفضل هذا النقل على سيارات أخرى؟ فأكيد طرحنا هذا السؤال هذا، ووصلنا أنه اليوم إذا كان غير المسألة تاع التكنولوجيا هي اللي غادا تخلي نسترجعوا الزبناء ديالنا وهذا، فلما لا نفكر في الانخراط تاعنا في هاد التكنولوجيا. ولكن طرحنا السؤال كذلك، حاولنا نوجدوا الجواب على التساؤل ديال لماذا الزبون يفضل هذا النقل على هذه 4 سنوات أو 5 سنوات. فلقينا انه المعركه الحقيقيه هي حول الجوده. اذا مشينا في هاد حطينا استراتيجيه ديال التجويد ديال الخدمه ديالنا،
ونخارطنا في التكنولوجيا بالتعاقد ديالنا كاتحاد مغربي للشغل مع احد الفاعلين القانونيين في هذا المجال ديال ربط الاتصال ما بين الزبون والسيارات اللي هو التطبيق ديال اتش، وكاين هو اول تطبيق اللي غيدخل المغرب وغيشتغل بصفه قانونيه وحاصل على كاع التراخيص. نعم، في اي سنه برمتوا الاتفاقيه وشحال يعني عدد المستفيدين ديال حاليا ديال المهنيين سيارات الاجره؟ فالاتفاقيه تعود الى سنه 2017 باش وقعنا الاتفاقيه مع شركه اتش المغرب، واليوم الحمد لله تقريبا رحنا واصلين للعدد ديال 4000 او يتجاوز هذا الرقم ديال السائقين اللي انخرطوا في هذا التطبيق. وهذا كنعتبروه مدخل ديال تجويد الخدمات والتأهيل ديال القطاع. كنعتبروه مدخل، ماشي هو التأهيل هو التجويد، ولكن نعتبره مدخل الى التجويد والى التاهيل ديال القطاع. وبالنسبه للقرار الاخير ديال مجلس المنافسه بخصوص نشاط ديال الشركات تطبيقات النقل في المغرب، علاش ما تقبلتوش هذا القرار الاخير ديال مجلس المنافسه بخصوص نشاط هذه الشركات هذه؟ لا اعتقد كل يعني المبتدئ واللي عارف الابجديات ديال القانون وهذا غيطلع على ذاك القرار، غادي يطلع على قرار ديال مجلس المنافسة، غادي يكتشف واحد العدد كبير ديال الثغرات القانونية، غادي يكتشف واحد العدد كبير ديال الثغرات القانونية، وكيطرح السؤال هذا القرار واش ما كيخدمش أجندات ديال شي جهات معينة، لأنه داك شي غريب. تحطات واحد الإحالة من طرف الشركة، شركة إتش المغرب. لانه كتعتبر بان هاد الناس هادو يمارسون المنافسه غير الشريفه والغير القانونيه والغير المشروعه. فبالطبع ضد شركه إيبر وكاريب. للاسف وحنا كذلك بدورنا درنا واحد الشكايه مدعمه لشركه إتش المغرب. للاسف ان مجلس المنافسه لم يكن موضوعيا، لم يكن منصفا في التعامل مع هاد الشكايتين. وحاول يختزل الموضوع كامل ديال ولا الصراع كامل في عمليه التركيز الاقتصادي. كيف؟ لانه كيف كتعرفوا ان شركه اوبر شرات شركه كريم، وهاد العمليه في اللغه ديال الاقتصاد كتسمى عمليه التركيز الاقتصادي. وهاد العمليه التركيز الاقتصادي بمعنى راه غادي يكون عندها واحد الاثار ربما على التعاريف، على التسعيره، على دابا التالي يعني خاص تكون واحد التعهدات. فمجلس المنافسه اختازل الصراع كله، هل هذه الشركات إيبر وكريم واش هما شركات قانونيين يمارسون في احترام التشريعات والقوانين والمؤسسات ديال البلاد اللي هما داخلين يشتغلوا فيها، حيت لا غير مقبول وغير مستساغ ما غير التوجه ديال البلاد الاقتصادي ديال الليبراليه. وهذا نحلوا البيبان ونخليو ناس يجيو يعيتوا في البلاد ديالنا فساد ويغتصبوا القوانين ديالها والتشريعات ديالها والمؤسسات ديالها، هذا شيء غير مقبول. للاسف ان مجلس المنافسه مشى في هذا المنحى وكانه يمهد لهم الطريق من اجل يعني يمارسوا النشاط ديالهم بكل حريه. هذا اللي كياكدوا هو طبيعه البلاغ، وكيف قلت اختزل المشكل ديالنا مع إيبر وكريم في العمليه ديال التركيز الاقتصادي. يعني واش التركيز هو المشكل اللي عندنا؟ حنا ماشي عندنا. هاد الناس واش يتوفرون على التراخيص القانونيه لممارسة هذا النشاط ديال ربط الاتصال ما بين الزبون والسائق ولا يتوفرون؟ فالأكيد أنهم لا يتوفرون على التراخيص. كاين جوج فاعلين اللي اليوم قانونيين وكيمارسوا في إطار القانون وفي احترام البلاد والمؤسسات ديالها والقوانين والتشريعات الجارية للعمل، وإتش هي الأولى بالطبع. نعم، والخطوات المقبلة بالنسبة اللي غادي تقوموا بها في المراحل المقبله؟ المهم حنا في هاد الامر ديال المواجهه
التعاطي مع هذا القرار ديال مجلس المنافسه. فاحنا بالطبع ما لم نقف مكتوفي الايدي، فحاولنا نفتحوا نقاش مع مجموعه من الفاعلين النقابيين، مع بعض الحلفاء ديالنا من النقابات الاكثر تمثيليه، من المركزيات، من النقابات تاع القطاع اللي تابعه للمنظمات الاكثر تمثيليه. فتحنا واحد النقاش وكاين واحد التنسيق فيما بيننا، وحطينا هذا الموضوع وعلى ضوء هذا البلاغ الاخير ديال مجلس المنافسه، ورسمنا واحد البرنامج نضالي اللي بديناه. اول خطوه هو رسائل اللي توجهت للرئيس المجلس المنافسه، ورسالة توجهت للداخلية على اعتبار الداخلية هي المشرفة على القطاع وهي الحاضن للقطاع والمشرفة على القطاع، وخصها تدخل. وأكيد أن غدا تعقب هذه المراسلات خطوات أخرى، يعني بما فيها الاحتجاج. بالطبع طالما لقيناش الأذان الصاغية وهذا، فغادي نخرجوا باش ندافعوا على الحق ديالنا وعلى الوجود ديالنا. واللي خصو يفهموه الناس هو انه هذا القطاع وهذه المعطيات للاسف واش مجلس المنافسه غيب عليه. قطاع اللي يشغل اكثر من 200 الف سائق، الف مهني، كتعيش تقريبا منه واحد الالاف اخرى بطريقه غير مباشره. قد كنقول 200 الف سائق راه 200 الف اسره، الا درنا واحد العمليه حسابيه راه غنلقاو واحد 2 مليون لثلاثه مليون نسمه اللي كتعيش من هذا القطاع. يعني والخطوه اللي قدم عليها مجلس المنافسه راه كانه يعني غادي في اتجاه باش يشرد هاد الناس ويرميهم للمصير المجهول، وغادي يعطي النشاط هاد الناس بدون يعطي الامكانيه لهاد الناس باش يبداو يمارسوا النشاط. لان في القرار غريب نوعا ما، غريب باش تختزل لي المشكل في التركيز والتزموا لك بتعهدات، اذا راه ما عندكش المشكل. اذا اليوم احنا حضرنا مجلس المنافسه من خلال هذوك الرسائل، في حاله تراجع على القرار ديالو وفتح حوار معنا وتسنط لنا وتعامل مع الشكايات الموضوعه امامه بالجديه المطلوبه وبالاحترام ديال القانون، ما كاين مشكل. ما كاينش، حنا راه اكيد غتكون خطوات تصعيديه كيف قلت بما فيها الاحتجاج امام مجلس المنافسه وفي القريب العاجل. شكرا استاذ صديق بجرى على كل هذه التوضيحات. مشاهدينا الكرام، نضرب لكم موعدا جديدا في حلقه جديده من برنامج ضيف انفاس بريس.